تحت رعاية سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية مؤسس ورئيس مجلس إدارة MKF للخدمات الإلكترونية، انطلقت فعالية مسار الغد احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس مؤسسة المبرة الخليفية بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس الإدارة إدارة إنجاز البحرين وسمو الشيخة نيلة بنت حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية وسمو الشيخة منوى بنت علي آل خليفة. وخلال المناسبة تم تسليط الضوء على ما حققته مؤسسة المبرة الخليفية من إنجازات وأهداف خلال مسيرتها الممتدة لعقد من الزمن، حيث وفرت العديد من الفرص التعليمية والتطبيقية والتقنية للشباب البحريني لتزويدهم بالمهارات والخبرات العلمية والعملية. كما تم خلال الحفل إطلاق منصة جسر، وهي إحدى مبادرات مؤسسة المبرة الخليفية التي أنشأتها لتكون أول منصة افتراضية وطنية مبتكرة لعرض المهارات البحرينية ولترويج الوظائف بالدوام الجزئي. وبهذه المناسبة عبرت سمو الشيخة زين بنت خالد عن عميق شكرها وسرورها بكافة المنجزات المحققة من قبل مؤسسة المبرة الخليفية على مدار الأعوام الماضية، حيث سعت المؤسسة للتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والجهات من القطاعين العام والخاص لإثراء سبل التعليم للطلبة في المملكة. وأشارت سمو الشيخ زين إلى دور وجهود المؤسسة في تنمية الشباب البحريني، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصة جسر التي تهدف لتعزيز فرصهم للعمل ولتمكين أصحاب المهارات والكفاءات من زيادة إنتاجيتهم وإكسابهم المزيد من الخبرات المهنية، مع منحهم قدرا أكبر من الاستقلالية والمرونة والأمن المالي. المبرة الخليفية من أهم المراحل هي مرحلة التأسيس والعمل الدؤوب والعمل صج من قلب، فإحنا لما نشوف عملنا على أرض الواقع في مؤسسة المبرة الخليفية هذا يعطينا دافع أكبر للمستقبل لأبنائنا للأجيال القادمة. ما نشوف، ما نقول بس مثلا 20 سنة، لا، نشوف 20 و50 و100 سنة إن شاء الله قدام، والمبرة الخليفية تكون موجودة بكل البرامج وكل الطموحات اللي نطمح لها للشباب البحريني. أقامت مؤسسة المبرة الخليفية فعالية مسار الغد احتفالا بمرور 10 سنوات من الإنجازات والنجاح. الحمد لله، نحن فخورين اليوم أن احنا نسلط الضوء على إنجازات المبرة وعلى عدد المستفيدين من المبرة اللي بلغ أكثر من 3000 مستفيد ومستفيدة من جميع برامج المؤسسة. طبعا وتخلل هذا الافتتاح هذه الفعالية إطلاق منصة جسر، وهي أول منصة بحرينية للترويج عن العمل المستقل. طبعا نحن ندعو جميع البحرينيين اللي من عمر 18 فما فوق انهم عندهم مهارة يحبون يستثمرونها انهم يسجلون في منصة جسر. لله الحمد، لليوم وصلنا ل 335 منها طب، ومنها طبعا الجامعات الخاصة والحكومية بوليتكنيك والبحرين. وطبعا المبرة يعني تحث لتواصل هاي الدعم والتطوير في الشباب من حيث الشخصية، تطوير شخصياتهم، تطوير تعليم، وإن شاء الله بدعمكم ومشاركتكم نحظى بالثقة أن أنتم تشاركونا برامجنا.